توقعك ماتش الاهلي والترجي كام؟ ان شاء الله 3-1 3-0 بس 3-1 ان شاء الله. جميل. للاهلي 3 طبعا. والترجي فريق كبير برضو وفريق قوي بس الاهلي اقوى طبعا. الاهلي ملك افريقيا طبعا. الترجي 3 1-0 ان شاء الله الاهلي. 2-1 للاهلي ان شاء الله. دلوقتي الترجي مش في احسن احواله ولسه الماتش الاخراني كان مهزوم من صفاقس، ولكن ده مش مقياس يعني. هم دايما كان الاهلي والترجي دي بطوله تعتبر لوحدها، وان شاء الله باذن الله التعادل، وممكن الاهلي يجيب 1-0 ان شاء الله باذن الله. اتوقع فوز الاهلي 1-0 ان شاء الله. اتوقع الاهلي ان شاء الله يكسب 2-1 ان شاء الله. هنستاهل الماتش ده على حسب انت في اليوم ده موجود ولا مش موجود. يعني ايه؟ يعني بمعنى هل الاهلي في اليوم ده يومه ولا مش يومه؟ فلو الاهلي يومه يعني النتيجة 1-0 للترجي او 1-1. لو الاهلي مش يومه ممكن يشيل 2. انا خايف من الماتش وقلقان من الماتش جدا، لان لو الاهلي بيبقى رايح خايف وعامل حساب الماتش بنعمل ماتش حلو جدا. لما الناس كلها مطمنة قلقان جدا من الماتش، ربنا يستر بس ونطلع بنتيجة ايجابية ان شاء الله. توقعاتك بالنتيجة؟ ممكن 2-1 للترجي او 1-1. 2-0 الاهلي ان شاء الله يعني. 2-1 لا 1-0 الترجي. 2-1 لا ان شاء الله. 3-1 لا.